بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: إنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء. قوله من مال ولده يشمل ذلك جميع الأنواع الأموال قليلها أو كثيرها، وقوله ما شاء أي سواء كان الأب محتاجا أو غير محتاج لذلك المال فإنه يجوز له أن يأخذ، لكن بشروط أربعة أورد المصنف ثلاثة منها. أول شرط منها قال: ما لم يضره، أي ما لم يضر الأخذ الولد بأن يكون الولد محتاجا لهذا المال، إما للنفقة يحتاجه لأجل النفقة، أو يحتاجه لكونه رأس مال تجارته، فإنه لا يجوز للأب أن يأخذ رأس مال تجارته، أو أن يكون هذا المال هو آلة مهنته، فإن النجار له آلة والصانع له آلة، فلا يجوز للأب أن يأخذ آلة مهنة ابنه. الشرط الثاني قال: أو يعطيه لولد آخر، فلا يجوز للأب أن يأخذ من ابن ليعطي الثاني، لا يجوز ذلك، لأن هذا يكون سببا في الضغينة والعداوة بين أبنائه، وإنما يأخذه الأب لمنفعة نفسه أو يعطي من شاء غير ابنه الآخر. الشرط الثالث قال: أو يكون بمرض موت أحدهما، فإن كان في مرض موت الولد فلا يصح، أو في مرض موت أبيه، لأنه حينئذ يكون بمثابة التبرعات والوصايا ولا وصية لوارث. هناك شرط رابع مهم جدا أوردوه، وهو أنه لا بد أن يكون الأب قد أخذ عينا، ولا يجوز للأب أن يستدين في ذمة ابنه. الأب إذا وجد نقدا أخذه، يجوز له ذلك وتملكه صحيح، لكن لا يستدين في ذمة ابنه إلا برضا الابن. يذهب لشخص ويقول: أستدين منك 10,000 والذي سيسدده ابني. نقول: الابن لا يلزمه سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، المال، ولم يقل ما في الذمة، فلا يلزم الاستدانة في ذمة الابن إلا أن يأذن الابن، فهذا مسألة أخرى. قال لقوله: أنت ومالك لأبيك. بقي عندنا مسألة هنا: هل الأم تأخذ حكم الأب في ذلك أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أن هذا الحكم خاص بالأب، وذهب بعض المحققين كالموفق بن قدامة أن الأم كالأب، فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنها بالشروط المتقدمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، خرج مخرج الغالب، والأب إذا أطلق يصدق على الأم والأب في بعض الأحايين. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ نعم، هذا الحديث يدلنا على مشروعية الوصية وندبها، ولنعلم أن الوصية التي تكتب خفف الشارع فيها، حتى قال العلماء إنها تقبل عند القاضي ولو لم يشهد عليها، بمجرد الخط فتثبت بالخط. وكثير من الناس يظن أن الوصية هي مجرد التبرعات فقط، وليس ذلك كذلك، وإنما العلماء يقولون يستحب أن يكتب في الوصية 5 أشياء. أولها أن تكتب وصية فيها وعظ لأبنائه وتذكير له، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كما في حديث ابن مسعود، فيذكر أبناءه وورثته بالخير. وإن كان الرجل من أهل العلم فإنه يذكر طلبة العلم، فإن للشافعي رحمه الله تعالى وصية ما زالت تتداول وتدرس إلى الآن، وللموفق بن قدامة وصية، ولابن رجب ولابن الجوزي وصية، وللباجي وصية، وابن الحبان له وصية. فكثير من العلماء لما كانت لهم وصايا حرروها ونصدقوا فيها ونصحوا، بقيت ذكرى لتلاميذهم ومن بعدهم وتدرس بعد ذلك. هذا الأمر الأول، وهو التذكير. وكثير من الأبناء ربما يريد الوقوع في حرام، فإذا نظر في وصية أبيه لما وصاه بالمحافظة على الصلاة لزمها، أو وصاه بصلة الرحم والصبر على إخوته لزم ذلك، ف
فهذه تكون عظة لأبنائه وذكرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكتب في الوصية وهو وجوبا، أن يكتب كل ما عليه من الديون، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، فلربما كان دينه غير موثق عند المدين، أو كان المدين قد فقد الأهلية بنسيان أو ذهاب عقل، فحينئذ ما زالت ذمتك منشغلة لورثته. ولذا فإن الإنسان يبرئ ذمته بأن يكتب في وصيته كل ما عليه من الديون. كل دين عليك اكتبه، سواء كانت عليه بينة أم لا، إبراء لذمتك، وهذا من باب الواجب عليك. الأمر الثالث الذي ندب إليه العلماء أن يكتب المرء في وصيته ما له من الحقوق على الآخرين، وهذا لمصلحة الورثة. فإن بعض الناس له أموال كثيرة عند تجار وأقرض أناسا آخرين، فإذا مات جهل أبناؤه هذه الأموال، فلربما احتاجوا ولهم أموال عند الآخرين لكنها ضائعة، وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيكتب المرء أن لي عند فلان كذا والبينة كذا وهكذا، ولي في البنك الفلاني كذا. بعض الناس له أموال في بنوك، وتكون هذه البنوك لها سرية لا تصح إلا بشروط شديدة، فيموت الأب ولا يعلم أبناؤه بذلك. وقد مر علي أن الأحفاد وجدوا مالا لأبيهم في أحد البنوك في بعض البلدان، لم يعلم عنها إلا الأبناء أحفاد، وما جهل كان أكثر. ولذا فإن الإنسان يكتب أمواله وموضعها وأماناته التي عند الناس في وصيته. الأمر الرابع الذي يكتب في الوصية الإيصاء. فإن الأب له أن يوصي على أبنائه الذين دون البلوغ أو فاقد الأهلية، كأن يكونوا بلها أو مجانين ونحو ذلك. هؤلاء يجوز للأب فقط أن يوصي عليهم، والإيصاء عليهم في أمرين، في ولايتين: أن يوصي بإنكاح النساء منهن، فيقول الأب أوصيت، يكتب في وصيته أو يشهد أنه أوصى في إنكاح بناته لفلان، فيختار أي رجل، لا بد أن يكون رجلا، يختار أي رجل ولو كان أجنبيا عن بناته تماما، فيوصي أن يزوج بنات فلان، فحينئذ يقدم وصي الأب على إخوتهن. وهذا موجود، بعض الناس يقول أعرف أن إخوة البنات أو أعمامهم سيكونون مشغولين عن البنات، فيوصي لرجل يعرف من ثقته وعقله وعلاقته بأهل البلد ما يناسب لأجل تزويج بناته، فيكون مقدما على غيره حتى على الجد. أيضا النوع الثاني من الإيصاء، الإيصاء على أموال القصر، الإيصاء على البنات التي لهن على ولاية قاصرة أو غير قاصرة. وأما القصر ففي الأموال، فيوصي أن الولي على أموال أبنائه القصر من البله والمجانين والصغار دون البلوغ فلان، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق. وحينئذ فإذا مات، وتذكرون تكلمنا عنها في الحجر، فإن الولي على المحجور عليه لحظ نفسه الأب، ثم من قلنا وصيه، ثم الحاكم. ما دام فيه وصي القاضي ليس له أن يخالف الوصية. كتب الأب في وصيته أن الوصية على أبناء زوجتي فلانة أو أمهم فلانة، ليس لأحد أن يعارضها. كتب أن الوصية زيد من الناس، ليس لأمهم ولا لإخوتهم أن يعارض ذاك الوصي، إلا أن يفقد العدالة. الأمر الخامس هذا هو محل الشاهد عندنا، وهو التبرعات. الوصية بالتبرعات، والوصية بالتبرعات هي التي جاءت في حديث سعد رضي الله عنه: وأقصى ما يجوز الوصية به الثلث، والأفضل الغض عن الثلث. وقد قدر الصحابة كأبي بكر وغيره أن المستحب إنما يوصي بالربع فما دون. نعم. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. نعم، هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز الوصية بالتبرعات لأحد من الورثة، والعبرة بحال الاستحقاق لا بحال كتابة الوصية. فلو أن رجلا أوصى لابن ابنه وكان محجوبا، ثم لما مات الموصي
كان ابن لابن وارثا فإنه لا وصية له، والعكس لو أن رجلا أوصى لأخيه وكان أخوه وارثا حين الوصية، وعند الوفاة أو قبيلها جاءه ولد فحجب الابن أخاه، فنقول إن الوصية حينئذ تكون نافذة. العبرة بالوفاة وليس العبرة بكتابة الوصية، العبرة بحين الوفاة. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، قال إلا أن يشاء الورثة، هذا يدل على ما تقدم وهو إجازة الورثة. نعم. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، هذا الذي تقدم ذكره وسبق. بعدما ذكر المصنف الوصية ناسب أن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الميراث وتوزيعه، لأن المواريث يكون الاستحقاق فيها والملك ينتقل في الوقت الذي انتقل فيه الملك في الوصية الموصى إليه. نعم. نعم، بدأ المصنف في المواريث، نمر عليه بسرعة، وأغلبكم حافظ من المتون والآيات في الباب الكثير، فنمر عليه بحسب ما يسمح به الوقت. وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. نعم، يقول الشيخ: هي العلم أي علم المواريث، هي العلم بقسمة التركة بين المستحقين. العبرة بالعلم، وأما القسمة فإنها مرحلة سابقة تابعة بعد ذلك، فتكون عن طريق القسمة التي تكون في آخر الأبواب كقسمة الإجبار وقسمة الاختيار. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم، هاتان الآيتان فيهما جل أحكام الفرائض، ولا يمكن لامرئ أن يعرف أحكام الفرائض إلا وقد حفظ الآيات فيها، لأن الفرائض كما قال أهل العلم هو علم ساعة. ومعنى كونه علم ساعة أي أنه سهل جدا تستطيع أن تتعلمه في ساعة، ولكنه لا يبقى في الذهن إلا ساعة فينسى بسرعة، سهل التعلم سريع النسيان، ولذلك لا يثبته في الذهن إلا الحفظ. أول وأهم وأجل ما يحفظ الآيات التي في سورة النساء، يجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم الفرائض أن يحفظها، ثم إن استطاع أن يحفظ منظوما فإنه مناسب لاستذكار بعض الأمور التي تنسى في هذا الباب. نعم. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا الحديث من الأصول في باب الفرائض، بل قيل إن هذا الحديث استنبط منه 100 فائدة في باب الفرائض. قوله ألحق الفرائض أي ألحق الفرائض المنصوص عليها بأهلها، أي من سماهم الله في كتابه، فما بقي بعد إعطاء الفرائض لأهلها فلأولى رجل ذكر، وهذا يسمى التعصيب، فالأصل في التعصيب حديث ابن عباس. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، قوله جل لأن هناك أحكام يسيرة مثل قضية الجد والإخوة ومثل الجدة وميراثها وردت بأحاديث أخرى منفصلة. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذه المسألة وهي قوله جعل الله الذكور والإناث، هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتعصيب بالغير. التعصيب عندنا 3 أنواع: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس هم الذكور، خاص بالذكور الذين ليسوا في النوع الثاني. أما التعصيب بالغير فهو الذي ذكره المصنف هنا، وهم أولاد الصلب، فيشمل الذكور والإناث. خذ معلومة، إذا قلنا أولاد يشمل الذكر والأنثى، وإذا قلنا ابن فهو ذكر. أولاد الصلب يعني أولاد الذكور والإناث من الصلب، وأولاد الابن يعني الذكور والإناث الذين أدلوا بذكور خلص إلى الميت. والإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء تعصيب بالغير، أو لغير أم. قوله أو لغير أم أي إخوة لأب، فيكونون لأب، لأن الإخوة لأم إنما يرثون بالفرض فقط. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال، لماذا؟ لأنهم يرثون
تعصيبا بالغير، الذكور تعصيبا بالنفس، والإناث يكون قد ورثنا مع إخوتهن تعصيبا بالغير. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين من هؤلاء الذين سبق ذكرهم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. قال أما الذكور من المذكورين فإنهم يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. فلو أن الفروض أبقت نصيبا، ويعني كانت الفروض أخذت جزءا من التركة كنصف فقط، فإن الباقي يكون للذكور من غير الذكور الذين يكون معهم إناث وهم السابقون، وهذا يسمى التعصيب بالنفس. وأن الواحدة من البنات لها النصف. بدأ يتكلم المصنف عن الأنصباء وذكر بعضها، فقال إن البنت لها النصف للآية إذا انفردت. والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم، كلها في الآية. نعم. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذ لم يكن له ولد ولا والد. يقول وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة، يعني التي ذكرت في آية الكلالة في الأخيرة التي أوردها المصنف ابتداء، إذا لم يكن له ولد ولا والد. الكلالة فسرها الصحابة رضوان الله عليهم هو من لا فرع له وارث ولا أصل، فلا يكون له ولد ولا والد، هذا هو الكلالة. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذ لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، لأن الثلثين استغرقت للبنات، فبنات الابن لا يستحقن شيئا إلا إذا كان لهن معصب، كأن تكون بنتان فيرثن الثلثين، وبنت ابن وابن ابن فترث بالتعصيب بالغير حين ذاك. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذ لم يعصبهن أخوهن. نعم، نفس المسألة تماما، فالشقيقات لهن الثلثان والأخوات لأب ليس لهن شيء إلا أن يكون معهن معصب. وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. نعم، هذه مسألة أن الإخوة لأم إنما يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم إنما يرثون بالتعصيب. وأما الأخوات الشقيقات والأخوات لأب فقد يرثن بالتعصيب بالغير أو مع الغير، وقد يرثن بالفرض وهو النصف أو الثلثين. أما الإخوة لأم فلا يرثون إلا بالفرض فقط، فإن كانوا واحدا ورث السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي الذكر والأنثى فيها سواء، وهذه من المواضع التي يكون الذكر والأنثى فيها سواء. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. نعم، فلا يرثون إذا وجد فرع وارث ولا إذا كان هناك أصل ذكر، لا يرث الإخوة لأم. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم. نعم، الزوج إذا كان للزوجة ولد ذكر أو أنثى فإنه يأخذ الربع، وإن كانت الزوجة لا ولد لها فإن زوجها يأخذ النصف. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. نعم، هذه في الآية وكلها واضحة. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر مع الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك. نعم، هذه المسألة فقط تحتاج إلى تفصيل. الأم لها ميراثان، ميراث ترث فيه السدس وتارة ترث الثلث. يقول الشيخ إن لها السدس مع أحد من الأولاد، بمعنى إذا كان الهالك له ولد إما ذكر أو أنثى، أو ولد ابن إما ذكر أو أنثى، فحينئذ ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. الحالة الثانية ترث الأم فيها السدس إذا كان هناك جمع من الإخوة، فقال أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات. قول المصنف أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات أطلق المصنف هنا، وهو المعتمد عند فقهائنا، سواء كان الإخوة والأخوات وارثين أو ليسوا بوارثين. صورة ذلك: هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة ذكور، فنقول إن الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي وهو خمسة الأسداس يأخذه الإخوة، هذه واضحة. إذا كانوا غير وارثين
هلك هالك عن أم وأب فقط، فكم ترث الأم؟ الثلث، والأب يأخذ الباقي. لو كان قد هلك عن أم وأب وأخ واحد فالأم لها الثلث والأب له الثلثان. لو هلك هالك عن أم وأب وأخوان أو أختين فعلى المشهور خلاف الرواية الثانية فالأم تنزل إلى السدس لوجود جمع من الإخوة. فنقول إن جمع الإخوة لا يلزم أن يكونوا وارثين. ولذلك إذا أردت أن تعرف من يضبط هذه المسألة فقل له رجل هلك عن أم وأب فكم يرث، فإن سألك أله إخوة أو قال كم عدد الإخوة فاعلم أنه فاهم المسألة، وإن استعجل فإنه قد أخطأ. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، هذا تسمى المسألة العمرية، لأننا إذا لم نعطيها ثلث الباقي فإنها سيكون نصيبها مثل نصيب الأب، والأصل أن الأب يكون له ضعف مال الأم، فلكي لا نخالف كتاب الله عز وجل نقول لها ثلث الباقي. ففي مسألة زوج وأبوين يكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فتكون المسألة من ستة فيكون لها بمقدار السدس نحو من السدس، وليس سدسا وإنما نقول ثلث الباقي وهو السدس، وللأب الثلث وللزوج النصف. زوجة وأبوين المسألة تكون من أربعة ابتداء، ثم تصح بعد ذلك من أربعة في ثلاثة تصح من 12. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذ لم يكن دونها أم. يقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، أي أن الجدة ترث السدس، لكن بشرط أن تكون الأم غير موجودة. وهذه الجدة قد تكون قد أدلت بالأم وقد تكون أدلت بالأب، فأم الأب ترث السدس بشرط أن تكون الأم ميتة، وإن كانت الجدة هذه لم تدل بالأم. وقد ثبت كذلك من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي، فأم الأب ترث مع أن ابنها حي إذا كانت الأم غير موجودة. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. نعم، إذا كان للهالك أولاد ذكور فإن الأب له السدس فقط ولا يزيد عليه، لأن التعصيب يكون للأولاد الذكور فلا يزيد على السدس بتعصيب. وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا. أيضا يرث السدس مع الإناث فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا إن بقي شيء له. وكذلك الجد وأنهما يرثان تعصيبا. قال وكذلك الجد، أي وكذلك الجد مع أولاد الهالك. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، يعني إذا لم يكن للهالك أولاد لا من ذكر ولا أنثى فإنه يرث المال تعصيبا الأب والجد. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. يقول جميع الذكور الذين يكونون من أهل الميراث كلهم يكون له حق العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الذكور فلأولى رجل ذكر إلا رجلان فإنهما لا يرثان بالتعصيب مطلقا، وهما الزوج والأخ لأم، فإنما يرث الزوج والأخ لأم بالفرض فقط دون التعصيب. وهم الإخوة الأشق. الإخوة الأشق، نعم، بدأ يفصلهم فقال هو الأشقة، نعم، أو لأب وأبنائهم، أي أبناء الإخوة الأشقة أو أبناء الإخوة لأب. والأعمام الأشقاء أو لأب، نعم، فإنهم أيضا عصبات. وأبنائهم، أي أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب. أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا. يقول ويشمل وصف الأعمام أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده وإن علا من يكونون أعماما له. وكذا البنون وبنوهم، نعم، وكذلك الأبناء. البنون هنا بمعنى الأبناء الذكور، لم يعبر بالأولاد لأن البنون والابن دائما قلنا هذا يقصد به الذكر. وكذلك البنون وبنوهم، المراد ببنيهم من يدلي إلى الميت بذكور خلص. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، نعم، الحكم الأول العاصب أنه إذا كان هو الوارث وحده أخذ المال كله، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، نعم، لحديث فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، يقول وإذا استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء فإنه يسقط العاصب وليس له شيء، لأنه لم تبق الفروض شيئا، فمفهوم الحديث أنه ليس له شيء.
يقول الشيخ: ولا يمكن أن تستغرق التركة ولا يبقى شيء إذا كان المعصب هو ابن الصلب أو كان المعصب هو الأب، لأن الابن يحجب جميع الورثة إلا الزوجين، إلا الزوجين والأبوين فقط، وهؤلاء نصيبهم لا يستوعب التركة. وكذلك الأب يحجب جميع الورثة هم الإخوة وأبناؤهم وغيرهم إلا الزوجين والأبناء، فلا بد أن يبقى له نصيب، فإن لم يبقى له نصيب فإنه يعطى السدس. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ترتيب جهات العصوبة، لأن سيأتي بعد قليل القوة والجهة والدرجة. بنوة. نعم، البنوة الأبناء هم المقدمون، وتشمل البنوة أبناءهم، البنوة ثم أبناء البنوة ثم أبوة. قال المصنف: ثم أبوة ثم أخوة وبنوة. طيب، قال المصنف: ثم أخوة. هنا بس نكتة، الفقهاء المتأخرون يقولون: ثم أبوة ثم جدودة وأخوة، فيجعلون مع الأخوة الجدودة. لماذا؟ لأنهم يرون التشريك، تشريك الميراث بين الجد والإخوة، فيرون التشريك. وأما المصنف فإنه يميل للرواية الثانية، اختيار الشيخ تقي الدين، أنه لا تشريك بين الجد والإخوة، وأن الجد يقوم مقام الأب. وبناء على ذلك فإننا نقول قول المصنف ثم أبوة مراده ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة، وليس على المذهب أن الجدودة والأخوة واحد. ثم أعمام وبنوهم، أي بنو الأعمام. ثم الولاء وهو المعتق وعصباته. نعم، المتعصبون بأنفسهم. ثم الولاء وهو المعتق بكسر التاء، وهو اسم فاعل، لأن المصدر الميمي إذا أردت أن تفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، إن كان اسم فاعل انكسرت ما قبل الأخير، وإن كان اسم مفعول فتحت ما قبل الأخير. إذ المعتق هو صاحب المنة، والمعتق هو الممنون عليه. في الإرث إنما يرث الولاء من علو وهو المعتق صاحب المنة، وأما الولاء من سفل الذي أعتق فإنه لا يكون وارثا وإنما يكون موروثا. إذن فقوله ثم الولاء وهو المعتق أراد أن يبين لك أن الولاء يصدق على المعتق والمعتق، وإنما المراد بالإرث هنا المعتق. قال: وعصباته المتعصبون بأنفسهم دون الذين يعصبون بالغير أو مع الغير، بالغير الذكور مع الإناث، ومع الغير الأخوات مع البنات. فيقدم منهم الأقرب جهة. قال: فيقدم الأقرب جهة، يعني لو أن، نعم سيأتي شرحنا. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. قال: فيقدم الأقرب جهة، الجهات هي التي تقدمت الست السابقة، هي الجهات المعتمدة أو الخمس. قال: فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، بمعنى لو كان هناك ابن وابن ابن فإن المعصب الابن، ابن أخ وابن ابن أخ فإن ابن الأخ مقدم عليه. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي، يعني القوة باعتبار القرابة بإدلام جهتين وهو الشقيق، فيقدم الشقيق على الذي لأب، وهذا يكون في الأخوة وفي العمومة. وأما الأبوة والبنوة فليس فيها تقديم باعتبار القوة، وإنما القوة خاصة بالأخوة والعمومة. نعم. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، هذه مسألة اللي قلناها قبل قليل، وهي التعصيب بالغير بالباء، فإن الأخوات يرثن تعصيبا مع الغير مع الأبناء والإخوة، وغير الأبناء والإخوة أخواتهم لا يرثن، فالعمة لا ترث مع العم. ولذلك عندهم نكتة، طبعا الفرائض لما كان منحصرا قد عنوا بتغيير أشكاله، حتى إن رجلا ألف كتابا في الفرائض وجعله على حروف زيد، قسم الفرائض كله على حروف زيد وهو مطبوع، ومنهم من جعله منضوب ومنهم من جعل الملقبات. من المسائل التي ذكروها الأمثال في الفرائض، فمن الأمثال التي يذكرونها في الفرائض يقولون: العمة المسكينة، يقول لأن العمة تورث، لأن ابن أخيها ابن الأخ وارث معصب ولا ترث. العمة ليست من الورثة، لا من أصحاب الفروض ولا من التعصيب، وإن من ذوي الأرحام، فيسمونها العمة المسكينة. ولذلك من باب الأمثلة يقول: العمة المسكينة. ودائما الشخص بطباعنا يميل لخالته أكثر من عمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة أم، وقال ابن الأخت
منهم من ابن أخت القوم منهم، ولذلك دائما العمة مسكينة. نعم. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، هذه المسألة تسمى العول، وقد قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ابن عباس، وقيل إن ابن عباس رجع لقول الصحابة. سيضرب أمثلة. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. هذه المسألة الزوج هنا له النصف، اجمع معي المسألة، الزوج له نصف، والأم حينئذ كم لها الأم هنا؟ لها الثلث لعدم وجود الجمع، وإنما أخت واحدة، والأخت لغير أم تأخذ السدس، فالمسألة من ستة، نصفها اجمع معي ثلاثة، وثلثها اثنان خمسة، والأخت لغير أم سدس، لا ثلثها نعم، قلنا أول شيء الزوج ستة ثلاثة لأنها من ستة، والأم اثنان بالضبط خمسة، والأخت لغير أم تأخذ واحدا فيكون ستة. فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، وأخت لغير أم نعم نحن ضعناها أختا لأم، أخطأت، أخت لغير أم فتأخذ النصف. نعم أحسنت، ذهب وهلي إلى أنها أخت لأم. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت لغير أم سواء كانت شقيقة أو لأب النصف، والنصف كم؟ ثلاثة، فتكون من ثمانية، فأصلها ستة ثم عالت إلى ثمانية. نعم. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. نعم، قال وإن كان لهم أخ أم زيادة على ما سبق فكذلك فتعود. لماذا؟ لأن الزوج يكون له النصف ويكون ثلاثة، والأم تكون سدس لوجود جمع من الإخوة، والسدس واحد، والأخت لغير أم النصف تأخذ ثلاثة فيكون سبعة، والأخ لأب والأخ لأم له السدس فتكون ثمانية، فعالت إلى ثمانية. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. قوله فإن كانوا اثنين أي كان الإخوة لأم اثنين فتعول لتسعة، الزوج احسب مرة أخرى ثلاثة، والأم واحد، والأخت الشقيقة ثلاثة، والأخوان لأم سدسان يعني ثلث اثنان فتكون تسعة. فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. نعم، لأنها حينئذ يأخذن الثلثين نفس الطريقة. وإن كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشر. إذا كانت بنتان، البنتان كم نصيبهما؟ الثلثان، والأم لا ليش السدس؟ لوجود فرع وارث فتأخذ السدس، والزوج الزوج كم يأخذ؟ في فرع ولا ما في فرع؟ في فرع، فكم يأخذ؟ يأخذ الربع. إذن المسألة فيها ربع وفيها ثلث فتكون باثني عشر، فيها سدس فتكون باثني عشر. طيب البنتان ثلثان، ثلث الاثني عشر كم؟ أربعة وأربعة ثمانية، احسب معي ثمانية، والأم قلنا إن نصيبها سدس اثنان، ثمانية واثنان كم؟ عشرة، والزوج يأخذ الربع، ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة، عشرة وثلاثة كم؟ ثلاثة عشر كما قال المصنف. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن له السدس وهو اثنان فتزيد إلى خمسة عشر. فإن خلف الزوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر. نعم، الزوجتان لهما حينئذ الربع، والأختان لأم لهما الثلث، والأختين لغيرها لهما الثلثان، والأم لها السدس، لو جمعتها ستكون سبعة عشر. نعم. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم، هذه مسألة الرد، ويقولون إن الرد يكون على كل ذي فرض بقدر فرضه. مثاله: هلك هالك وليس عنده إلا بنت وبنت ابن، فالبنت ترث النصف، وبنت الابن ترث السدس تتمة الثلثين، فالمسألة فيها نصف وفيها سدس فتكون من كم؟ من ستة، النصف من الستة كم؟ ثلاثة، والسدس واحد، فنقول إن المسألة ترد بعد الرد تكون من أربعة، فيكون نصيب البنت ثلاثة من أربعة بمقدار ثلاثة أرباع التركة، وبنت الابن تأخذ واحدا من أربعة بمقدار ربع التركة، مع أن فرضها في الأصل هو النصف وهذه فرضها السدس،
كل الورثة يرد عليهم إلا اثنان وهما الزوجان، فلا رد على الزوجين، الزوجان لا يرد عليهما. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم، إذا فقد الورثة الذين يرثون بالفرض والعصبات جميعا فإننا نبحث عن ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن البنت والجدة التي تكون مدلية ولا تكون وارثة، يسمونها الجدة الفاسدة مثلا، يعني لا تدلي بذكور خلص ولا بإناث خلص مثلا، فحينئذ نقول طبعا غير الجدات الثلاث، المذهب لا يرث إلا جدات ثلاث ومن على منهن فقط، ففي هذه الحال نقول إنهن يكن أو يكونوا جميعا ذو أرحام. كيف يكونون؟ كيف يورثون؟ يورثون عندنا بالتنزيل، كل واحد منهم يرث ميراث من أدلى به، فبنت البنت ترث ميراث البنت وهكذا. نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، تقدم معنا أن من لا وارث له يجعل ماله في بيت المال، إن جاء وارث له أعطي وإن لم يأتي له فإنه يصرف مصرف الفيء ولا يكون وارثا عندنا. نعم. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. نعم، يجب بهذا الترتيب، أولها مؤن التجهيز، أي مؤنة تجهيزه من الكفن ونحوه، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ثم يقضى من ماله الديون الموثقة برهن والمرسلة التي لا توثيق فيها برهن من رأس المال، أي من أصله لا من الثلث. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. قال ثم إن كان قد أوصى بوصية، أي بتبرعات بوصية، فتنفذ من ثلثه، يعني تخرج من ثلثه بشرط أن تكون لأجنبي، والأجنبي هنا المراد به غير الوارث. ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم، أي الوارثين الذي سبق قسمتهم في باب المواريث. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. المراد بالنسب القرابة التي تقدم شرحها، والنكاح الصحيح، والمراد بالنكاح الصحيح أي الزوجان، لا يرث أحد الزوجين من زوجه إلا أن يكون النكاح قائما وأن يكون صحيحا، فيقابل النكاح القائم غير القائم، فالمطلقة لا ترث إلا أن يكون من باب طلاق الفار. والنكاح الصحيح يقابله النكاح الباطل، فكل نكاح مجمع عليه لا يرث أحد الزوجين من الآخر، فلو تزوج رجل من امرأة متعة أو تزوج نكاح تحليل فإن النكاح باطل ولا يرث أحدهما من الآخر. وأما النكاح المختلف فيه هو الذي يسميه فقهاؤنا بالنكاح الفاسد، الفرق عندهم بين النكاح الباطل والفاسد أن الباطل مجمع عليه والفاسد مختلف فيه، فنقول إن كان قد دخل في النكاح الفاسد عالمين أنه لا يصح فلا إرث بينهما، وإن كان جاهلين به أو حكم به حاكم فإنه حينئذ يرثان. طبعا والولاء المقصود به الولاء من علو وسبق. وموانعه ثلاثة، أي الموانع التي تمنع واحدا ممن تقدم أن يرث: القتل والرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وعند فقهائنا أن كل أنواع القتل تمنع الإرث سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وأما العمل القضائي عندنا من نحو من 20 عاما فأقل، ذهبوا للرواية الثانية وهي قول مالك أن الذي يمنع الإرث إنما هو العمد، وأما الخطأ فإنه لا يكون مانعا من الإرث. والرق فلا يرث القن من الحر. واختلاف الدين، واختلاف الدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر من المسلم شيئا، واختلاف الدين مطلق، يعني مهما كان الاختلاف سواء كان كتابيا أو غير كتابي، حربيا أو غير حربي، هذا هو المعتمد عند فقهائنا وقول الجمهور. لكن للفائدة، الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، بشرط الكافر لا يرث المسلم مطلقا، ولكن المسلم يرث الكافر بشرط أن لا يكون الكافر حربيا. وعلى ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر محمول على الحربي دون المستأمن والذمي، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وهو الذي قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد عقد له الخلال بابا في أحكام أهل الملل، ولكن المشهور عند المتأخرين وفاقا للجمهور إطلاق الوصف.
وإذا كان بعض الورثة حملاً أو مفقوداً أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني ملخص ما قرروه أنه إن كان حملاً فإنه يوقف الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان مفقوداً فتقسم قسمتان وتقسم مسألتان، ثم بعد ذلك ما اتفق فيه نصيب أو الأقل من النصيبين يعطى للورثة ويوقف الباقي إلى الحكم بوفاة المفقود أو إلى ظهور الحمل. باب العتق. نعم، بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن العتق، والعتق يسبقه الرق وهو الملك، والشرع أقر بعض أسباب الرق وألغى بعضها، بل ألغى جميع أسباب الرق ولم يبق إلا ثلاثة أنواع أو أربعة. من الأنواع التي أبقاها الشرع أولها أبقى ما بأيدي الناس من الأرقاء عند الإسلام. الأمر الثاني أبقى ما يكون في حرب بين مسلمين وكفار، وفي إحدى الروايتين لا بد أن يكونوا غير عرب لما جاء من قضاء عمر رضي الله عنه في تغلب غيرهم. الأمر الثالث ما تولد عن هؤلاء. وغير هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد سبب للرق، والحرب ليس كل أسير يكون رقيقا، بل ولي الأمر مخير فيه بين أمور أربع أو خمس: المن والفداء والقتل والاسترقاق. طيب، إذا عرفت ذلك فإن أسباب الرق أصبحت قليلة جدا، لأن ما بأيدي الناس من أيام الجاهلية انقضى، وأما الحرب الشرعية التي يجوز فيها الاسترقاق فإن أغلبها قد انقضى من القرون الأولى، من القرون الأولى المتقدمة، ولم يبقى من هذا السبب الثاني إلا النادر بين الفينة والأخرى، وأما التوالد فهو قليل. في المقابل جعل الشرع أسباب العتق كثيرة، فأغلب الكفارات فيها عتق، بل وفي غير الكفارات حث الشارع على عتق الأرقاء وجعله من أفضل القربات، وأن من أعتق رقيقا أعتق الله عز وجل منه بكل عضو عضوا. لما قلت هذا الكلام؟ لأنني أريد أن أبين مسألة قبل أن أتكلم عن أحكام العتق، أنه قد يمكن أن لا يبقى رقيق، وقد أشار لذلك بعض المتقدمين، فقد ذكر بعض الشافعية في القرن العاشر في مكة هنا أن كل رقيق في زمانه فإن سبب رقه حرب. ذكر أن كل رق في القرن العاشر سنة 900 وزيادة، قالوا كل رق في وقتنا يذكر ذلك كله سببه باطل، إما سرقة، إما بيع حر، إما يأتي شخص يبيع ابنه لجوع، وهكذا من أسباب. ولذا فإن كثيرا من أهل العلم في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تركوا شراء الأرقة تدينا، ونص بعضهم في بعض فتاويه أنه ينتقل إلى البدل في الكفارات لعدم الوجود. قلت هذا لما؟ لأن في وقتنا هذا أغلب الدول إن لم يكن جميع الدول قد منعت الرق، وهذا جائز شرعا وأفتى به أهل العلم بناء على القاعدة المشهورة أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات، فمن المباحات تملك الرق فيجوز منعه، وهذا جائز شرعا، وخاصة أن أسباب الرق فيها السرقات، فلذلك منعه مصلحته أعلى. لكن الحكم باقي إلى قيام الساعة، والحكم يتعلق به قواعد كلية، فمعرفتك لها معرفة لقواعد وأحاديث الباب، فمعرفتها تفيد طالب العلم، لكن أخذها بسرعة. نعم، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. نعم، تحرير الرقبة إما وجوبا في الكفارات وإما ندبا في غيرها، وتخليصها من الرق المراد الرق الشرعي الذي تقدم ذكره، وهو من أفضل العبادات. دليله لحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. نعم، واضح. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. نعم، يقول إن المالك إذا تلفظ بالعتق فقال أعتقت فلانا فإنه يعتق بمجرد القول، وما في معناه مثل أنت حر ونحو ذلك من الكلمات. وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. يقول وبالملك، لما جاء في حديث أن من ملك ذا رحم محرم، وفي لفظ كلا اللفظين صحيح، محرم كلا اللفظين صحيح، وورد بهما النقل محرم ومحرم، عتق عليه، بمعنى أن
هذا الشخص إذا ملك رقيقا وكان هذا الرقيق لو كان أنثى حرم عليه نكاحه كأن يكون ابنا له أو أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو خالا أو خالة، فبمجرد ملكه يعتق عليه للحديث. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا مثل بعبده فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقه، فمن مثل بعبده بأن قطع عضو من أعضائه أو حرقه بأن وسم وجهه ونحو ذلك فإنه يعتق. وأما إن لم يكن فيه قطع ولا تمثيل بل كان لطمة فإنه لا يعتق بذلك، وإنما يستحب له عتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطمة العبد كفارتها عتقه، فيكون من باب الندب. وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي يعني لفظ صورة هذه المسألة قبل أن نأتي اللفظ الثاني، رجلان يملكان عبدا واحدا، هذا القن لكل واحد منهما جزء، يملك النصف والثاني يملك النصف، فأعتق أحد الشريكين نصيبه. نقول إن بعض العقود منها الطلاق ومنها العتق هذه مبنية على السراية، فإذا طلق امرؤ نصف زوجته طلقت كلها، وإذا أعتق نصف عبده عتق كله، كما في صورتنا هذه لما أعتق نصف العبد النصف الثاني ليس في ملكه، لو كان في ملكه لعتق كله، لكن لما لم يكن في ملكه فإنه يسري عليه العتق ويلزم المعتق أن يدفع قيمته لشريكه، هذا إن كان موسرا. فإن لم يكن موسرا الضمير يعود لمن؟ للمعتق الشريك. قلنا فإن كان غير موسر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أي وإن لم يكن موسرا فقد عتق ما عليه، فقد عتق ما عليه ما عتق، أو فقد عتق منه ما عتق، يعني فقد عتق من القن هذا الجزء والجزء الثاني يبقى رقيقا فيكون حينئذ مبعضا. وضحت المسألة؟ انظروا الجملة الثانية فيها إشكال، تفضل. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه متفق عليه. مشكل. هذا اللفظ مشكل لأنه معارض للفظ الأول، لأن هذا اللفظ فيه أن مالك الشرك إذا أعتق جزءه وكان معسرا لا مال له فإن الجزء الثاني يقوم على العبد ويؤمر العبد بالاستسعاء، فيقال للعبد روح اذهب واعمل يوما ويوم تكون قنا حتى تمتلك المال الذي تعتق به نفسك، هذا يسمى الاستسعاء. ولكن هذه الزيادة ضعيفة فقد قيل إنها لا تثبت وهي منكرة. قال الإمام أحمد في رواية الميموني لا يصح أو لا يثبت حديث في الاستسعاء، وضعف الاستسعاء جمع من أهل العلم، ولذلك فقهاؤنا جزموا بعدم الاستسعاء. نعم. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. نعم، هذه الصورة من عتقه هو المدبر بأن يقول قن عبده الفلاني حر حال موتي فيأخذ حكم الوصية. يعتق بموته. يعتق أي القن. يعتق بموته إذا خرج من يعني الثلث. يعني أن المدبر الذي علق عتقه بالوفاة يعتق بموت سيده بشرط أن يخرج من الثلث. دليله. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. عن دبر يعني عن آخر حياته. يكون عتقه في آخر الحياة. لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يخرج من الثلث. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك. متفق عليه. نعم، هذا يدلنا على أنه لا يخرج، لا يعتق إن لم يخرج من الثلث. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه، فالرقيق هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، ولا بد أن يكون بأجلين فأكثر ليصدق عليه التنجيم، لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذه يقول صورة مستثناة، كيف؟ لأنه باع الرقيق على نفسه، وهذه لتوسعة الشارع ورغبته في العتق. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني الخير هو الصلاح في الدين والكسب، يقابله الفجور والعجز عن الكسب فيكون عالة على غيره. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته هذا أو فقد صلاح الدين أو ليس له كسب بأن كان عاجزا
فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، لماذا لا يشرع؟ لأن الأفضل أن يبقى عند سيده، فيقوم سيده بمؤنته وينفق عليه ويحسن إليه، فهو أفضل من أن يكون حرا لا يجد أحدا ينفق عليه. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث معناه أن المكاتب قبل أدائه كامل الأنجم حكمه حكم العبد، من جهة أن لا زكاة في ماله، ومن جهة جنايته حكم حكم العبد والجناية عليه. ليس معنى كونه عبدا أنه يجوز تعجيزه، فلا يجوز تعجيزه إلا بالعجز عن الثمن، فإنه عند فقهائنا الكتاب عقد لازم. كما أن هذا الحديث يفيدنا فائدة، وهو أنه بتسليمه آخر نجم من نجوم الكتابة يعتق، وإن لم يتكلم سيده بعد ذلك، فبمجرد إقباضه الثمن عتق. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجة، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، هذه تسمى أم الولد. أم الولد هي الأمة التي يتسرى بها سيدها فتحبل منه، ثم تضع ولدا قد استبانت فيه الخلقة بأن كان عمره أكثر من 80 يوما، سواء كان حيا أو ميتا، فإذا استبانت به الخلقة ووضعته ذكرا أو أنثى لا فرق، وإذا قلنا أم ولد فإنه حينئذ تكون أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها، وإنما تعتق من التركة حينما يموت. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.